في تمام الساعة 1:30 ظهرا في مطار الخرطوم كانت السيدة مريم ومعها زوجها السيد دانيال واني بصحبة أبنائهم مارتين ومايا متجهين إلى مطار الخرطوم لمغادرة البلاد عبر صالة كبار الزوار. داخل صالة كبار الزوار تم اعتراضهم من قبل أعضاء من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. لم يصرح جهاز الأمن الوطني بسبب الاعتقال، وهم ما زالوا حاليا حتى الآن داخل مباني جهاز الأمن داخل المطار. نحن سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بإخراج مكررتنا من هذا المخزن، حيث أن مكررتنا عانت ما عانت وغضت في السجن ورابطة 7 أشهر ونالت الحرية لمجرد 24 ساعة فقط. سوف نتخذ الإجراءات المناسبة لإخراج مكررتنا من هذا المغف. أبعد دخلنا أنا لك يا زوج، كيف نقول لك؟ واحد بصوره؟ ها؟ كاميرا بكم واحدة؟ شنو؟ شغل يعني في غيناء واحدة دي؟ الاثنين؟ هاي هاي.